السلام عليكم طلاب. هاي تجربتنا اليوم هي تحقيق قانون أوم. الغرض من التجربة هو إثبات العلاقة الخطية بين الفورتية والتيار وإيجاد قيمة المقاومة. راح نربط الدائرة مثل ما موجودة عندكم طريقة العمل. الربط مالتي يكون ربط توازي، فقط الوات ميتر يكون على التوازي. هذا ربط مالتي بهاي الطريقة، من المصدر للمقاومة، والمقاومة على الأميتر يكون ربط كله توالي، والأميتر على المصدر. خلص الدائرة في التوالي، يبقى عندي بس جهاز الفولت ميتر بي أيضا طرفين راح أربطه على التوازي. طرف من عنده راح يجي على الأميتر، والطرف الثاني راح يكون ويا المقاومة اللي أريد أنا أحسب قيمتها النظرية. بعد ذلك راح أشغل الدائرة الكهربائية مالتي، راح أسجل القراءات مالتي بين الفولتية والتيار. بما أنه قانون أوم فأكيد أنا راح أحتاج فولتية والتيار. أسوي جدول بالقراءات، هاي الصورة جدول قراءات الفولتية مالتي بالفولت والتيار بالملي أمبير. أول قيمة هي دائما تكون عندي 0.0. راح أشغل الجهاز هذا أميتر، وهذا عندي جهاز الفولتميتر. أغير القوة الدافعة الكهربائية من المصدر بهاي الحركة، سويتش مثل موجود السويتش مال البنكة مالتي. أغير أسلط قوة دافعة كهربائية تلقائيا، أنا بس أغيرها ألاحظ أن الفولتية والتيار اثنين يبدأ يقلن. باوع طلاب، مجرد ما اغير القوه الدافعه الكهربائيه اشتغلن اثنينهم. ابدا اسجل القراءات. اول قراءه راح اثبتها اثبت الفولتيه مثلا 1. انا اتحكم بمقدار الفولتيه مالتي، هاي اثبت الفولتيه مثلا هاي القيمه 1. اسجل قيمه التيار المقابله الى شقد، اثبت الفولتيه مثلا طلعت لي 1، التيار طلع لي مثلا 19.5. اجي اغير منها اثبت الفولتيه 2، هاي القراءة الثانية راح أثبتها، هاي الفولتية 2 عندي يقرأ لي التيار، أسجل بنفس الوقت إيش قد يقرأ لي 36.5، وأستمر الحد 10. صارت عندي مجموعة بالقراءات، أجي لهاي القراءات راح أرسمها الرسم بياني بهاي الصورة اللي أنا حصلت عليها هاي القراءات مالتي. هنا عندي فولتية بالفولت، وهنا عندي تيار بالملي أمبير. هاي القراءات اللي انتو حصلتوا عليهم مباشرة ترسمونها. الرسم راح يطلع لي عبارة عن خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. هذا الرسم الخط المستقيم ايش اطلع له؟ عرفنا اطلع قيمة الميل مالتي، اطلع قيمة السلوب واللي هو الميل. من الرسم ايش الاحظ؟ ان السلوب مين اجيبه؟ من القراءات مالتي اللي هي فولتية وتيار. الاحظ ان السلوب هو يساوي لي فولتية على تيار، على اعتبار انه هاي الاي والبي جبتها من محور الواي اللي هو يمثل لي فولتية، والبي والسي جبتها من محور الاكس اللي هو يمثل لي تيار. اذا فولتية على تيار شو تمثل لهاي القيمة؟ بما انه فولتية على التيار معناها هاي مقاومة، اذا السلوب هو يمثل لي قيمة المقاومة، وانا اريد اطلع قيمة المقاومة، هاي تعتبر مقاومة عملية. والمقاومة النظرية انا اول ما بديت اشتغل هياها مثبتة مقدارها 50، واطلع نسبة الخطأ بين القيمتين. وهسه راح اراويكم قراءات كاملة بالنسبة للتجربة مالتكم، حتى تاخذون هاي القراءات وعلى اثرها انتو ترسمون الرسم البياني.